بعد ثورة عظيمة قام بها شباب، وأرى في وجوه غالبيتكم أنكم من الشباب. هذه الثورة التي أعتقد أنها استطاعت أن تهز ملف المؤامرة الأمريكية الصهيونية على المنطقة العربية، فلولا ثورتكم التي خرجتم بها في 30/6 وتأكدت في 26/7 ما كنت أعتقد أن سوريا كانت ستستمر لليوم دون أن يتم قصفها، لأن ثورتكم أوقفت مد هؤلاء التكفيريين الفجرة الذي كان على مشارف بوابة الأمة العربية من حدودنا في الشام. وأعتقد أن خروجكم في 30/6 والمؤكد في 26/7 استكمالاً لثورتكم التي قامت في 25 يناير هي التي أجبرت الجميع على أن يحني رأسه احتراماً لإرادة شعب مصر الذي لا يعين له حاكم ولا يختار له من يمثله، لأن إرادة الشعب من إرادة الله، وهذا الشعب قادر على أن يفرض إرادته. أما ما نحن بصدده فأتحدث مع حضراتكم في 3 أمور حتى تكون الأمور واضحة للجميع. الأولى أنني مسلم، وأعتقد أنه لا يوجد مسلم لا يؤمن بحرية الاختيار. الأصل في الإسلام أن تكون مختارا، أن تكون مخيرا في اختيار الدين الذي تريده، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما بيخاطبنا في القرآن فبيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا ربنا سبحانه وتعالى ترك حرية الاختيار لك أنت الإنسان، وحملك الأمانة من قبلها، وترك لك أيضا حرية أنك إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا أمة واحدة لكان له هذا، وكان له أن يفعل ما يشاء، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون، ولو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة. الله، طب إيه الفكرة إن أنا بتكلم في الجزئية دي؟ الجزئية دي مهمة، لأنه عشان أبقى مسلم لازم أتمتع بحرية اختيار الدين الذي أعتنقه أو المذهب الذي أعتنقه. الجزئية الثانية والتي تكملها ولا تخرج عنها، كما أنك مؤمن بحرية الاختيار فأنت أيضا يجب عليك أن تحترم اختيار الآخرين لعقيدتهم، فعليك أن تحترم حرية اختيار الآخرين لعقائدهم. ليس عليك أن تتبع عقائدهم أو تلتزم بها، ولكن أن تحترم حريته في أن اختار ما شاء. وماذا يمكنك أن تقدم له إن اختار الخطأ؟ ليس لك عليه إلا الدعوة. لو تراجعوا آيات القرآن اللي خاطبت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وبيقول له إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبيقول له أيضا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب دي معناها كلها إيه؟ إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مكلفا بإبلاغ الدعوة، وكان يدعونا لهذا الإسلام، وأنه لا يملك أن يجبرك على اتباع هذا الدين، ولكنه يملك أن يدعوك إليه. فهل يملك أي منكم أكثر مما كان يملكه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء التكفيريين، ولا أحب أن أنطق بأنهم متأسلمين أو مسلمين، رأوا أنهم يملكون ما لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يستطيعون أن يجبروك على أن تعتقد ما يريدونهم أن تعتقد أنت فيه، وكأن هذا هو الإسلام.